الرئيس السيسي يشدد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، ويؤكد أن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية. مصادر مصرية تؤكد أن القضية الفلسطينية تشهد أخطر منعطف في تاريخها، وتشدد على أن مصر ستتصدى لمساعي الاحتلال لتوطين أهالي غزة في سيناء. الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، ويؤكد أن الشهداء قدموا ثمناً غالياً لبقاء الوطن. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط دائم وثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين. ومنذ تولي الرئيس السيسي تسعى مصر بشتى الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة. أن يلّه الشهادة. ما فيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهر هيا شايف معها ورد مسجدها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية، وشدد على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة. وفي تصريحات له قال رئيس السيسي أن مصر تكثف اتصالات جميعها أو الاتصالات على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية للمدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. أضاف الرئيس أن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وفي هذا الإطار أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، وشدد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى. وشدد رئيس السيسي على أن أمن مصر القومي مسؤوليتها الأولى، وقال إنه لا تفريط ولا تهاون في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد. We'll be right back.
أكدت مصادر أمنية مصرية رافعة المستوى أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفاً هو الأخطر في تاريخها. أشارت تلك المصادر في تصريحات للقاهرة الإخبارية إلى أن هناك مخططاً واضحاً لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم. وحذرت المصادر من تداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له عبر تزكية أطروحات فاسدة تاريخية وسياسية سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو الأمر الذي تصدت له مصر وستتصدى له، وقد رفض بالإجماع الشعبي الفلسطيني التمسك بحقه وبأرضه، وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة. واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن. بين الحين والآخر تخرج علينا بعض التصريحات مجهولة المصدر عن مزاعم لتوطين الأشقاء الفلسطينيين في سيناء، غير أن تلك المزاعم تنفيها ثوابت السياسة الخارجية المصرية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في دولة مستقلة. كما تنفي تلك المزاعم كذلك الخطوات والإجراءات التي تتخذها مصر منذ عام 2014 لتعمير وتنمية سيناء. مع تصاعد الاشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة، تطرح احتمالات وفرضيات غريبة بأن ينزح الآلاف من الفلسطينيين من غزة إلى الحدود المصرية إذا استمر الصراع. لكن عملية نزوح الفلسطينيين إلى الحدود المصرية وإمكانية تجاوزها إلى داخل سيناء تحمل عددا من المخاطر والتداعيات والتي لا يمكن أن تقبل بها مصر.
أصدر الجيش الإسرائيلي تعديلا لتصريح وجه فيه أحد المتحدثين العسكريين نصيحة للفلسطينيين الفارين من الضربات الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر. وقال الجيش في تعديل وفي هذا التعديل إن المعبر الحدودي بين غزة ومصر مغلق حاليا. كان كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين قد قال لصحفيين أجانب، قال إنه يعلم أن معبر رفح والذي يقع على الحدود بين غزة ومصر لا يزال مفتوحاً، كما نصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك. للمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، بعد التحية أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. دكتور إكرام، مصر ترتبط بالقضية الفلسطينية ارتباط وثيق يتعلق بروابط الأمن القومي ومجريات الأمن القومي المصري وبالدم وبالقومية العربية. كيف ترى أن هناك دعوات وترى أبعاد وخطورة الترويج لفرضيات كتوطين الفلسطينيين في سيناء على الأمن القومي المصري للمنطقة بأكملها والحل الدائم للقضية الفلسطينية؟ يعني خلينا نقول في البداية أنه لا توجد دولة ارتبطت بالقضية الفلسطينية وبذلت الجهد والاهتمام بهذه القضية واللي بنعتبرها قضية العرب الأولى زي مصر، وسواء كان ذلك في وقت الحرب أو في وقت السلم. هنشوف حضرتك، مصر خاضت عدة حروب من سنة 1948 ل 56 ل 67 ل 73 من أجل هذه القضية، القضية الفلسطينية. مصر بتعمل أيضا وفي السنوات السابقة، ومبدأ ثابت في سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية هو العمل على إيجاد حل سلمي لهذه القضية واللي طال أمدها الحقيقة، وهذا الحل يكون وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية المتمثلة في حل الدولتين. يعني أن تكون هناك دولة فلسطينية على الأرض المحتلة من أرض فلسطين في سنة 67 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. إحنا في تطورات حدثت الحقيقة، ودايما الأبعاد الداخلية السياسية بتؤثر على النواحي المتعلقة بالسياسة الخارجية. في الأشهر الماضية، نقول في السبع ثمان شهور اللي فاتت، في حكومة إسرائيلية يمينية متشددة، واتخذت إجراءات ضد الفلسطينيين المدنيين في قراهم وفي المناطق التي يتواجدون فيها وفي القدس. وكل ده كان يتم في حماية يعني القوات الإسرائيلية. احنا دايما بنقول في السياسة أن العنف يولد العنف. يعني أنا تقديري أن هذا العنف الذي اتخذ ضد الفلسطينيين هو الذي أدى أيضا إلى تفاقم هذه الحلقة التي نشهدها الآن من العنف والعنف المتبادل. دكتور إكرام، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن مصر موقفها ثابت وتتابع أيضا تطورات القضية في المنطقة، وأكد على أنه يعني التصعيد الحالي خطير ليس على مصر وعلى الأمن القومي المصري فقط، ولكن على المنطقة بأكملها. كيف يمكن حقن دماء الشعب الفلسطيني والدعوة إلى وقف إطلاق النار والتعامل بالحلول الدبلوماسية؟ ده صحيح، ودي نقطة شديدة الأهمية، أن نوقف هذه الحلقة المفرغة من العنف والتي لا تؤثر فقط على أطرافها المباشرين، ودي نقطة شديدة الأهمية الحقيقة. يعني التأثير ليس فقط على الفلسطينيين وإسرائيل فقط، وإنما يؤثر أيضا على المنطقة وعلى الإقليم اللي احنا عايشين فيه، وله تداعياته أيضا على العالم ككل. واحنا شفنا مؤخرا ان في بعض التحركات من اطراف اخرى حتى غير الفلسطينيين وغير اسرائيل، ان في قوات بتاتي من جانب الولايات المتحده الامريكيه الى منطقه البحر المتوسط، ان التخوف هنا ان يتعدى هذا الصراع اطرافه المباشرين وتنخرط فيه دول واطراف اخرى اقليميه او دوليه. ومن هنا ياتي اهميه الدعوه الى التهدئه وإيجاد مخرج سياسي ومخرج دبلوماسي لهذه الأزمة التي
يعني لن تضر أطرافها المباشرين فقط، ودي نقطة أنا بأكد عليها أيضا، وإنما سينعكس تأثيرها السلبي على العالم ككل وعلى المنطقة وعلى الإقليم. ولذلك يكون من المرغوب في العمل على احتوائها وإيقاف هذه الموجة من العنف، وأن يكون هناك أيضا أخذ في الاعتبار من جانب المجتمع الدولي لما يحدث من تجاوزات، خلينا نقول ضد المدنيين وقصف المناطق المدنية من جانب إسرائيل وتهديم للأبراج. كل هذا الكلام سيؤدي إلى ردود فعل ما لم يحدث احتواء لهذه الأزمة التي تمثل خطورة كبيرة على المنطقة وعلى الإقليم وربما على العالم ككل. نعم، ودائما دكتور إكرام موقف مصر ثابت ومعبر في هذه القضية، وثابت أنه لا تنازل وإفراغ للقضية الفلسطينية من مضمونها، ولا حق في تنازل أي طرف عن حسابه والأطراف الأخرى. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة والابتعاد عن سيناريو مواصلة العمليات المسلحة لتبعاته الإنسانية الخطيرة على حياة المدنيين، فضلا عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير خارجية بولندا زابيانجو راوا، حيث تم بحث التطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية. هذا وأوضحت وزارة الخارجية أن محادثات الوزيرين تركزت على سبل خفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية. وشدد وزير الخارجية على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع والتوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا قصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 830 شهيدا. وأضافت الوزارة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 4250 جريحا. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 19 شهيدا و110 جرحى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. هذا فيما تواصل طائرات الاحتلال قصف شرق مدينة غزة بعشرات الصواريخ، مما ألحق دمارا في منازل وممتلكات للمواطنين القريبة من الحدود، خاصة في حيي الشجاعية والتفاح شرق المدينة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 29 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الاعتقالات تمت في بلدة سعير شمال محافظة الخليل جنوب الضفة وفي جنين. أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية أن أكثر من 800 إسرائيلي قتلوا. وأوضح المكتب أن هناك نحو 2600 إصابة بينهم حالات خطرة. وقال المكتب الإعلامي أن هناك عدد من الرهائن بقطاع غزة بلغ 150 إسرائيليا، وذلك في غضون حيث نشر جيش الاحتلال أسماء 38 جنديا إضافية قتلوا في اليوم الأخير من الاشتباكات. وجاء ضمن تلك الأسماء ضابط برتبة عالية وجنود من الاحتياط، وبذلك يكون جيش الاحتلال قد أعلن عن هوية 114 من جنوده وضباطه قد قتلوا
منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى السبت الماضي. هذا وأفاد بيان لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن جميع الشركاء في الائتلاف الحاكم وافقوا على توسيع الحكومة لتشمل سياسيين هم حاليا في صفوف المعارضة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية. القافلة تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه يتابع بقلق بالغ الموقف المتفجر والحافل بدواعي التشاؤم في المنطقة وعلى حدود مصر الشرقية. وشدد الحزب على أنه مثل كل القوى الديمقراطية في العالم يعترف للفلسطينيين بالحق الشرعي الذي كفله القانون الدولي في مقاومة الاحتلال وبالحق في تقرير المصير، داعيا الحكومات والرأي العام للدول إلى سرعة تطبيق حل الدولتين ووقف كل المخططات الإسرائيلية لضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى معزل عنصري حيث يكون في شكل أقامه البيض في جنوب إفريقيا للأفارقة قبل سقوط النظام العنصري. قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام في الفترة من 27 من أكتوبر وحتى 2 من نوفمبر من عام 2023. في خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسي سينما من أجل الإنسانية على أنشطة المهرجان. كما أكدت إدارة المهرجان إيمانها الكامل والقوي في قدرة السينما على توحيد كافة الأطياف والفئات، مشيرا إلى أنه بالرغم من صعوبة الوضع الحالي إلا أنه من الواجب الالتزام بإقامة المهرجان في دورته السادسة 2023. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وتضمنت الاحتفالية قيام طلبة الأكاديمية من مختلف السنوات الدراسية بتقديم عروض قتالية تظهر مهاراتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف سواء في الرماية أو الاشتباك أو المطاردات ونماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التي تظهر مدى استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام التي يتم تكليفهم بها. هذا وقد قلد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخريجين أنواط الامتياز تقديرا منه للمتفوقين من الطلاب خريجي كلية الشرطة ممن حرصوا على بلوغ الصدارة بكل استحقاق وجدارة. ومنح الرئيس السيسي أوائل الخريجين بكلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة والتحية لأسر أبناء الخريجين من كليات الشرطة وأيضا لطلبة وطالبات الكلية المتواجدون اليوم، مقدما التحية والتقدير للشهداء وأسرهم. كما أكد الرئيس السيسي في كلمة خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة حرصه على وجود نسبة من أسر الشهداء بجميع حفلات الشرطة والجيش، وذلك تقديرا واعتزازا بهم وامتنانا لما قدموه لمصر. أقدم التهنئة والتحية لأسر أبنائنا الخريجين النهاردة، ومش بس الخريجين الحقيقة، وأيضا أبنائنا اللي موجودين ضمن طلبة الكلية وطالبات الكلية. ومهم أيضا إن أنا أذكر إن إحنا دايما لكل أسر شهدائنا شهداء مصر كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم. وعايز أقول لكم إن إحنا كلنا في الدنيا اللي إحنا يعني ناس بتيجي وتذهب، لها ما لها وعليها ما عليها إلا الشهيد، بتفضل ذكرى عطرة لما قدموا من تضحيات من أجل وطنه. وأنا عايز أقول لكم أنا شايف الأسر موجودة هنا، وأنا حرصت على أن دايما في كل الحفلات بتاعت يعني الشرطة والجيش أن يبقى نسبة من أسر الشهداء تبقى حاضرة معانا، أولا تقديرا واعتزازا بهم وامتنانا لما قدموه لنا. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التوافق على مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، والتي تم التوافق عليها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لتوفير السلع الأساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25%، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، بما يسهم في تخفيض أسعار السلع وتحقيق الاستقرار في الأسواق. وأكد مدبولي استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تدعم توفير السلع وخفض أسعارها. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد بنوك مصر، وذلك بشأن تنفيذ أنشطة محور أو من أنشطة محور التمكين الاقتصادي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. يستهدف البروتوكول تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية طبقا للقواعد والسياسات الداخلية المعمول بها في البنوك المشاركة، وذلك بما يسهم في توسيع وتوفير فرص العمل اللائقة. استقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سهى جندي لبحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة. هذا أوضحت وزيرة الهجرة سهى جندي على أنه يوجد تعاون وتنسيق مستمر ودائم بين الهيئة الوطنية للانتخابات والوزارة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم. وأكدت الوزير على الدور الوطني الذي يقوم به المصريون في الخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم. وخلال اللقاء وجه رئيس الهيئة المستشار حازم بدوي بموافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج وكافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وكيفية التصويت.
أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد. ما زلنا في ملف الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن المستشار أحمد بن داري رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات عن انتهاء اليوم السادس من الأيام المخصصة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية دون تقدم أي مرشح جديد. وأشار المستشار أحمد بن داري إلى أنه لم يتقدم مرشح جديد بأوراقه، ليصبح العدد الإجمالي الذي تقدم حتى اليوم 3 طلبات ترشح. نظرا للتواصل الدائم مع حضراتكم، نحب نتكلم النهاردة اليوم السادس لم يتقدم أحد بطلب ترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي هو النهاردة كده بقى فيه 3 طلبات فقط، ومع نهاية اليوم السادس ملتزمين بالموعد المحدد في الجدول الزمني اللي تم إعلانه يوم 25/9، وينتهي إن شاء الله العمل لجنة تلقي أوراق الترشح يوم 14/10 الساعة 2 مساء، وما زالت اللجنة مستمرة وتنهي عملها في اليوم السادس، ولم يتقدم أحد من راغبي الترشح. شكراً، ونختر سيادتكم بأول بأول إن شاء الله. شكرا. ولمزيد من التفاصيل يطلعنا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات على التفاصيل. نحييكم من الهيئة الوطنية للانتخابات في ختام اليوم السادس الذي بدأ في تمام الساعة 9 صباحا، وقد انعقدت أعضاء لجنة الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال أي من المرشحين، ولكن في اليوم السادس لم يتقدم أي من المرشحين منذ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، وكما أعلن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام 5 مساء مع غلق هذا اليوم السادس. ومن المعروف أنه حتى اليوم أو حتى هذه اللحظة تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق ترشحي 3 مرشحين. المرشح الأول هو المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، ثم المرشح الرئاسي السيد فريد زهران، ويوم أمس ترشح المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. من المقرر أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق المرشحين الرئاسيين المحتملين حتى يوم 14 أكتوبر، وكانت قد فتحت أبوابها لتلقي أوراق الترشح لخوض غمار انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 يوم 5 أكتوبر. ومن المتوقع أيضا أن يتم إعلان عن القائمة المبدئية لمرشحي رئاسة الجمهورية يوم 16 أكتوبر، وفي يوم 9 نوفمبر القادم بإذن الله سوف يتم إعلان القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية. نتابع معكم من الهيئة الوطنية للانتخابات يوميا وحتى 14 أكتوبر أوراق مرشحي رئاسة الجمهورية الذين يتقدموا للهيئة لتقديم أوراق ترشحهم، وينبغي أن يكون معهم إما أكثر من 20 تزكية من السادة أعضاء مجلس النواب، أو نحو 25,000 توكيل شعبي من المواطنين من نحو 15 محافظة. نتابع معكم يوميا حتى 14 أكتوبر من هنا من الهيئة الوطنية للانتخابات، إليكم زملائي في الاستوديو. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بالقاهرة وفدا من تحالف الأحزاب المصرية، وكان في استقبال الوفد لدى وصوله لمقر الحملة المستشار الدكتور محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني له. وخلال اللقاء توجه المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالتقدير لدور تحالف الأحزاب في المشاركة الواعية في دعم المرشح الرئاسي، مثمنا دور تحالف الأحزاب كونهم من أوائل الداعمين لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الحملة لكل المصريين تفتح أبوابها لكل مؤيد، وكذلك ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات. من جانبه أكد وفد تحالف الأحزاب المصرية أنهم يحرصون على تثقيف المواطنين من خلال الندوات والمؤتمرات في كافة المحافظات والقرى لإعلام المواطنين بالإنجازات التي تمت على مدار 9 سنوات الماضية، فضلا عن حثهم للذهاب إلى صناديق الاقتراع
من خلال حملة أطلقوها تحت عنوان حملة وعي بما يحقق الصالح العام للدولة المصرية. ما زالت أخبار نشرة السادسة تتواصل مع حضراتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتحضير لتجارب نووية وتحذر من أنها ستفعل بالمثل. اتهمت روسيا الولايات المتحدة بإجراء تحضيرات في موقع للتجارب النووية بولاية نيفادا محذرة من استئناف برنامجها للتجارب النووية. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف أن المؤشرات تؤكد أن هناك أعمالا تحضيرية جارية حتى وقت قريب في موقع الاختبار النووي في ولاية نيفادا، وأضاف أن هذا التحضير سيؤدي إلى تفعيل الوضع الذي أعلنه الرئيس الروسي من حذو نفس الحذو الأمريكي، مشيرا إلى المسؤولية التي تقع على عاتق واشنطن. هدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبازيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بأنه سيتم تدمير مخازن الحبوب والموانئ في أوكرانيا إذا تم استخدامها لتخزين المعدات العسكرية. هذا وذكرت سلطات مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا تضرر مواقع البنية التحتية للموانئ وتعليق عمل المعبر لنهري كنتيجة انفجارات. كانت القوات الروسية قد بدأت قصف في المواقع البنية التحتية الأوكرانية بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة السادسة. أخبار المال والأعمال في هذه النشرة يستعرضها لنا رجاء رمزي. شكرا مصطفى، شكرا أميرة. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المركز 23 من بين 78 دولة في مؤشر خدمات التعهيد مسجلة 5.32 نقطة عام 2023، جاءت في المركز الثاني عربية. جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية الدولية وأيضا المؤشرات العالمية التي تهم الشأن المصري أو تتعلق به، حيث سلط المركز الضوء على تحليل موقف مصر في مؤشر خدمات التعهيد والصادر عن مؤسسة كيرني العالمية للاستشارات الإدارية للعام 2023. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن التقارب غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية يعزز من فرص التعاون الاقتصادي وأيضا من جذب مزيد من الاستثمارات بمنطقة القناة. يأتي هذا خلال لقاء رئيس هيئة القناة لرئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك، حيث أشاد رئيس الهيئة بالتعاون المثمر والممتد الذي يجمع الهيئة بالشركات والترسانات الكورية في مجالات تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وشدد على أن قناة السويس الجديدة نجحت في إضافة بعد استراتيجي إضافي للقناة برفع التصنيف العالمي للقناة وزيادة قدرتها على استقبال أحدث وأكبر سفن الأسطول العالمي. من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية الكورية أن قناة السويس تكتسب أهمية خاصة لكوريا الجنوبية باعتبارها شريانا رئيسيا لتجارتها الخارجية، مما يجعلها محورا هاما في تعزيز العلاقات المشتركة ما بين البلدين.
استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وفدا رفيع المستوى من مجلس إدارة الخط الملاحي العالمي كوسكو برئاسة فانش بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. أكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تضم أو تضع نصب أعينها مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري بتبني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة. من جانبه أكد فانش بو نائب رئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية، أكد أن قناة السويس تعد أحد الشرايين الهامة لحركة التجارة العالمية، معربا عن امتنانه الشديد للمستوى المتميز للخدمات المقدمة من قبل هيئة قناة السويس. أكد صندوق النقد الدولي أنه من السابق لأوانه الاطمئنان لأداء الاقتصاد العالمي مع بطء وتفاوت تعافي الاقتصادات من أثار جائحة فيروس كورونا وأيضا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ذلك رغم النمو الاقتصادي التالي لإعادة فتح الاقتصادات والتقدم المحرز في خفض التضخم من الذروة التي بلغها العام الماضي. وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أن النشاط الاقتصادي لا يزال أقل من المسار الذي كان عليه قبل الجائحة، خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مشيرا إلى تباينات متزايدة ما بين مناطق العالم، وأشار إلى أن ميزان المخاطر التي تهدد النمو العالمي يميل نحو الجانب السلبي. من الممكن أن تتفاقم أزمة القطاع العقاري في الصين مع ما يترتب على ذلك من أثار غير مباشرة على مستوى العالم، خاصة بالنسبة لمصدري السلع الأساسية. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني للعام 2023-2024 على خلفية تباطؤ تغذية أزمة قطاع العقارات. هذا وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نمواً في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5%، وذلك خلال 2023 و4.2% في العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية، أي بتراجع نسبته 0.2% و0.3% على التوالي. نشد قادة أفارقة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي نشدوا وقف الديون مؤقتا لمعالجة تغير المناخ. أكد القادة الأفارقة الأربعة وهم رئيس جمهورية كينيا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي وأيضا الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف، أكدوا أنه لا يمكن لإفريقيا حل مشكلة المناخ ما لم تحل مشكلة الديون، حيث أشاروا إلى أن إفريقيا تدفع الآن في خدمة الديون أكثر من المبلغ المقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى أميرة ومصطفى، فإليكم. شكرا إليك رجائي. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار نشرة السادسة من التلفزيون المصري، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يشدد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، ويؤكد أن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضية العربية. مصادر مصرية تؤكد أن القضية الفلسطينية تشهد أخطر منعطف في تاريخها، وتشدد على أن مصر ستتصدى لمساعي الاحتلال لتوطين أهالي غزة في سيناء.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، ويؤكد أن الشهداء قدموا ثمناً غالياً لبقاء الوطن. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكراً لطيب المتابعة، وحفظ الله مصر وأوطاننا العربية. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.